بعد 10 أيام من سحب الكرة على بطولة العالم بكرة القدم بجنوب أفريقيا، كان اليوم الموعد بتركيا لسحب الكرة على بطولة العالم بكرة السلة، وكان لبنان معني بالحدث يلي بيشارك فيه 24 دولة مقسومين على 4 مجموعات. فكان تقسيم المنتخبات متوازي، ووقع لبنان بالمجموعة يلي بتترأسها إسبانيا بطلة العالم بكرة السلة، وبتضم كل من فرنسا، ليتوانيا، كندا، نيوزيلندا، بالإضافة طبعا للبنان. استضاف اليوم قصر سيراغان باسطنبول قرعة بطولة العالم لكرة السلة المقررة بتركيا بين 28 آب و 12 أيلول 2010، ووضعت القرعة المنتخب اللبناني بالمجموعة الرابعة، إلى جانب إسبانيا بطلة العالم وأوروبا، كندا رابعة قارة أمريكا، نيوزيلندا بطلة أوكيانيا، فرنسا خامسة قارة أوروبا، وليتوانيا يلي كانت حصلت على بطاقة دعوة. وضمت المجموعة الأولى كل من الأرجنتين، صربيا، أستراليا، ألمانيا، أنغولا والأردن المشاركة للمرة الأولى بالمونديال السلوي، فيما رح تشهد المجموعة الثانية مواجهة تحمل طابع سياسي عندما بتلتقي الولايات المتحدة بإيران، ورح يكون إلى جنبهم بهالمجموعة سلوفينيا، البرازيل، كرواتيا وتونس يلي أيضا عم بتشارك للمرة الأولى. ورح تتجه الأنظار بالمجموعة الثالثة للقاء جارتين اللدودتين تركيا واليونان، وإلى جنبهم رح يكون كل من بورتوريكو، روسيا، الصين وساحل العاج. ورح يبلغ عدد المباريات 80، وستجرى ب4 مدن، قيصري للمجموعة الأولى، اسطنبول للثانية، أنقرة للثالثة، فيما رح يخوض منتخبنا الوطني مبارياته بالمجموعة الرابعة بمدينة إزمير وبقاعة هالكابينار الرياضية يلي تتصل 9500 متفرج. والأكيد أنه لقاء لبنان وإسبانيا رح يكون تاريخي والأول بين المنتخبين، والأمر بينطبق أيضا على ليتوانيا، فيما تواجه لبنان وكندا 3 مرات بدورات دولية ودية، فاز بمباراة عام 2006 بنتيجة 83-80، وخسر مباراتين عام 2008، وخسر أيضا أمام نيوزيلندا بنفس السنة عام 2008. أما لقاؤه بفرنسا فأكثر عراقة، فالمنتخبين تواجهوا مرتين ب17 أيار عام 1949 ببطولة أوروبا كما كانت تسمى، وخسر لبنان بنتيجة 26-43، ليعود ويفوز المنتخب اللبناني على منتخب الديوك بعد 57 سنة، وتحديدا ب23 آب 2006 ببطولة العالم الأخيرة. فهل يسأر الفرنسيين يلي بضموا بصفوفهم 10 لاعبي NBA من منتخب الأرز ببطولة العالم 2010؟